يعطيكم العافية. معكم إبراهيم من شركة ناتشرال ماكس، هي الشركة السيستر كومباني للشركة الملكي رويال. طبعا نحن متواجدين في الإمارات من 13 سنة، وكانت بدايتنا مع منطقة عجمان الحرة، حيث أنه نقدر نفتح كان عدة أبواب للتصدير والمشاركات الخارجية. انطلقنا بهذا المجال بصناعة وإنتاج العسل الإماراتي، واتجهنا اتجاه إنتاج المنتجات الطبيعية وتقديمها بطريقة مبتكرة بطريقة عصرية لتقديم هدايا VIP، ونقدر نوصل فيها لجميع أنحاء العالم عن طريق المشاركات المحلية والدولية. طبعا هذا النجاح قدرنا نحققه بالتعاون مع منطقة عجمان الحرة بجهودهم ودعمهم لجميع المشاريع والمشاركين. طبعا وجودهم بجميع بعض المعارض المحلية وكبار المعارض الموجودة في الدولة، إضافة لجميع التسهيلات اللي بيقدموها عن طريق التواصل مع الشركات، إضافة تنظيم عدة محافل مثل مؤتمرات B2B لدعم الحضور وصلة وصل بين جميع الحاضرين. فندعي جميع المشاركين أو أي شخص بيحب يبتدي أي مشروع باتجاه النجاح، إن شاء الله حيكونوا هم شركائهم، وأكيد خطواتهم مباركة، وأكيد حيكونوا يدا بيد نحو النجاح إن شاء الله. التوفيق للجميع.